بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح تكون محاضرتنا هي إضافة إلى المحاضرة أو سكشن 1، فمكتوب عليها additive section 1 يعني إضافة أو شيء إضافي إلى الفصل أو السكشن 1. راح يكون عن الميكروسكوبيك observation، يعني أنت عندك specimen أو نموذج، راح تأخذ هذا النموذج، ممكن تصبغه وتشوفه تحت الميكروسكوب أو تمزجه مع سائل، وتجي قد يكون هذا صبغة الأيودين، قد يكون نورمال سلاين، قد يكون ديستل ووتر، تمزجه وتفحصه مباشرة تحت الميكروسكوب حتى تشوف حركة بكتيريا، حركة الطفيلي إلى آخره. إذن بالنسبة لمحاضرة اليوم راح تكون عن أنواع الميكروسكوب. الميكروسكوب مثل ما تعرفون إنه يستخدم for what to magnify. إذن ميكروسكوبي أو الميكروسكوب is defined as the use of a microscope to magnify. Magnify يكبر، هو يستخدم لتكبير. For example visually microorganism، يعني هو هنا صورة الأستاذ سارة عليه، يعني راح تكون لتكبير الجسم اللي أنت تريد تفحصه. مثل إيش؟ مثل بعض المايكرو أورغانيزمز. أوكي، أنت ليش تستخدم الميكروسكوب؟ طبعا حتى من اسمه to magnify، إذن حتى تكبر الشيء وتشوفه. ليش؟ حتى تشخصه وتنطي العلاج للبيشنت. إذن because most infectious agents cannot be detected with the unaided eye، بسبب أن عوامل الإصابة لا يمكن أو لا نستطيع أن نلاحظها أو نشاهدها أو نراها بالعين المجردة. Microscopy plays a pivotal role، يعني الدور المحوري أو الأساسي essential in the laboratory، يعني هو يلعب دور مهم في المختبر. ليش؟ لدوره المهم. طبعا ممكن قد يكون تفاعل مناعي الى اخره. نجي الى التايبز اوف مايكروسكوب، ار انواع الميكروسكوبات. هي راح يكون عندنا البرايت فيلد مايكروسكوبي اللي هو المجهر ذو الحقل البراق، برايت also known as light microscope، يعني ممكن نقول المضيء، الحقل المضيء. أيضا هو معروف باسم light microscope اللي هو المجهر الضوئي اللي أنتم كلكم تستخدموه بالمختبر. Many bacteria are difficult to see well because of their lack of contrast with the surrounding medium. Dyes, stains can be used to stain cells or their organelles and increase their contrast so that they can be more easily seen in the bright field microscope. يعني شنو؟ واضح أنه بعض البكتيريا من الصعب رؤيتها. ليش؟ because of their luck، لأنها تفتقد إلى الـ lack of contrast with the surrounding media، يعني ما تقدر، بما أنه البكتيريا أنه إذا شفتها مباشرة تحت الميكروسكوب راح تظهر شفافة، فما تقدر تميزها بشكل واضح لأنها تفتقد إلى المكونات اللي هي الكثيفة بداخلها، فما تقدر تميزها عن المحيط اللي يحيط بها. لذلك شو يستعملون؟ dyes أو stains، الصبغات. لذلك تستخدم الصبغات لصبغ الخلايا. يا خلايا
الخلايا البكتيرية. احنا بالنسبة هنا بدنا نحكي الخلايا البكتيرية، ممكن الطفيليات، ممكن فطريات، or their organelles، ممكن خلايا حيوانية نباتية. اوكي، نصبغ الخلية ونصبغ شنو بالنسبة إلى الخلايا حقيقية النواة اللي هي تحتوي على الأورغانيلز، العضيات مثل تشمل الميتوكوندريا وإلى آخره، and increase their contrast، وراح نقدر نزيد الكونتراست، يعني زيادة التباين بينها وبين الوسط اللي يحيطها. لذلك راح نستخدم اللايت مايكروسكوب. اذا هاي بالنسبة الى البرايت فيلد مايكروسكوب، او شي يسموه بعد لايت مايكروسكوب. شنو الفائدة من عنده؟ حتى افحص البكتيريا بعد صبغها. طبعا حتى اكو قلنا ممكن دايركت اكزامينيشن. النوع الاخر من الميكروسكوبات راح تكون هو ذا فيس كونتراست مايكروسكوب، اللي هو مجهر الطور المتباين، او يعني كترجمه حرفيه فيس كونتراست مايكروسكوب. شنو يعني؟ شنو هذا؟ الفيس كونتراست مايكروسكوب was developed to improve contrast differences between cells and the surrounding medium. يعني طور هذا الميكروسكوب لغرض زيادة التباين بين الخلية اللي انت تريد تفحصها والمحيط اللي يحيط بالخلية، لذلك making it possible to see living cell، لذلك يمكن رؤية منه حتى اللي هي الخلايا الحية without staining them، بدون أن تصبغها with bright field microscope. أما بالنسبة إلى البرايت فيلد مايكروسكوب اللي حكينا عليه بالبداية اللي هو المجهر الضوئي، killed and stained preparations must be used. يعني هنا يجب أنه أصبغ، أقتل البكتيريا وبعدين أصبغها. يلا أقدر أشوفها بالمجهر اللي هو البرايت فيلد مايكروسكوب. أما الفيس كونتراست مايكروسكوب فأنت راح تشوف بها شنو؟ living cells، خلايا حية بدون تصبيغ. إذا هذا الاختلاف المهم بين البرايت مايكروسكوب اللي هو انت لازم تقتل البكتيريا وبعدين تصبغها يلا تشوفها بهذا المجهر، اما الفيس كونتراست لا، تقدر تشوف living cells بدون تصبيغها. هذا هو الفيس كونتراست مايكروسكوب اللي هو احنا نستعمله في مختبراتنا، وهذا ايضا نستعمله في مختبراتنا اللي هو برايت فيلد مايكروسكوب. النوع الثالث من المجاهر راح يكون اسمه دارك فيلد مايكروسكوب. هذه الصور اللي اشوف لكم اياها هي فقط للتوضيح، ما مطلوبه. الدارك فيلد مايكروسكوب راح تكون من اسمه دارك فيلد، عكس منه برايت فيلد، هذا براق أو مضيء. هذا شنو؟ dark field، الحقل المظلم. معناتها شنو؟ معناتها الباك جراوند راح يكون أسود أو dark مظلم، والشيء اللي أنت تريد تفحصه راح يكون مضيء، لذلك يسموه dark field. This technique has been particularly useful for observing organisms such as Treponema pallida. هذا جدا مهم، انه الدارك فيلد مايكروسكوب يستخدم عادة لفحص بكتيريا السفلس المسببة لمرض السفلس. من هي Treponema pallida؟ اللي هي تكون حلزونية الشكل. نشوف بالبداية
هذا هو المجهر، كأنه هو المجهر الاعتيادي اللي انتم تشوفوه. راح نشوف هذا هو الدارك فيلد، اوكي، هذا البرنسبل مالته الى اخره. فراح نشوف السلايد اللي انت تريد تفحصه راح يكون عندنا بهذا الشكل، دارك فيلد الباك جراوند مالته اسود. اما بكتيريا اللي انت تريد تفحصها مثال عليها اللي هي تريبونيما باليدام راح تبين مضيئه، اوكي، تبين مضيئه. هذه عندنا تكون حلزونيه الشكل اللي هي البكتيريا تريبونيما باليدام. اسبايروكيت اور سبايروكيت راح تكون اللي هي اللولبيات that is smaller than 0.2 micrometer in diameter and therefore cannot be observed with a bright field or phase contrast microscope. بما انه هذه السبايروكيت راح تكون صغيره اصغر من 0.2 micrometer بالنسبه لقطرها، لذلك لا يمكن ملاحظتها بالمجهرين اللي هو البرايت فيلد والفيس كونتراست، اوكي. فالتريبونيما باليدام تفحص ب عندنا 0.2 مايكرومتر ان دايامتر، يعني قطرها راح يكون اقل من 0.2، يعني شنو؟ يعني كلش رفيعه، لذلك قلنا لا يمكن رؤيتها ب البرايت فيلد والفيس كونتراست مايكروسكوب. النوع الاخر فلوريسنس مايكروسكوبي، من اسمه فلوريسنس، اذا هو المجهر المتالق. بهيجي حاله لازم نستعمل ماده متالقه او عنصر متالق. ف is widely used in clinical diagnostic microbiology، يستخدم بشكل واسع في طبعا مختبرات الميكروبيولوجي والمناعة. So the fluorochrome، هاي تركزون عليها، مادة الفلوروكروم أوراني الأورامين or أورامين أو which glows yellow when exposed to ultraviolet light. هذا هاي المادة عند تعرضها لليو في لايت شو راح تصير؟ لونها أصفر. بالتالي is strongly observed by the cell envelope of mycobacterium tuberculosis. اذا يعني احنا نقدر نستعمل هاي الماده لفحص بكتيريا السل التيوبركل باسيلاي تي بي، كابيتال تي كابيتال بي، تيوبركل باسيلاي عصيات السل، مايكوبكتيريوم تيوبركيولوسيس. هاي الاشياء تركزون عليها، لا اقول لكم عليها لان هي يجيب لكم اياها ايضا ام سي كيو. When the dye is applied to a specimen suspected of containing mycobacterium tuberculosis and exposed to ultraviolet light, the bacterium can be detected by the appearance of bright yellow organisms against a dark background. يعني إذا كانت البكتيريا موجودة راح ترتبط وياها المادة المتألقة، فتظهر بالفلوريسنس مايكروسكوب تكون البكتيريا براقة صفراء تلمع، والخلفية مالت بالنسبة للمايكروسكوب راح تكون دارك، أوكي. هسه نشوف لنا شلون حتبين، قلنا البكتيريا اصفر براق متالق والباك جراوند راح يكون اسود. اذا هنا نوع الصبغه
ومثال عليه المايكرو اورجانيزمز اللي نشخص بيها باستخدام هذا الميكروسكوب. طيب عندنا بعد النوع الخامس راح يكون differential interference contrast DIC مايكروسكوب. شنو يعني؟ يعني structures التراكيب such as spores سبورات او الابواغ, vacuoles الفجوات, and granules الحبيبات appear three dimensional. لا, هذه الأجزاء أو التراكيب الموجودة بالخلايا راح تظهر ثلاثية three dimensional. أوكي, عند استخدامها أو فحصها بواسطة ال DIC microscope اللي هو differential interference contrast, يعني راح يكون التداخل المتمايز أو ال 3D. ال DIC microscopy is particularly useful for observing unstained cells. إذا أنت ليش راح تستخدم هذا الميكروسكوب لفحص الخلايا الغير المصبوغة؟ ليش؟ Because of its ability to generate images that reveal internal cell structures that are less apparent by bright field techniques. بسبب قابليته على توليد أو تكوين صور تظهر فيها revealed, يعني تظهر التراكيب الخلية الداخلية تصير واضحة, that are less apparent يعني اللي هي ما أقدر أشوفها باستخدام البرايت فيلد مايكروسكوب, أو تطلع أقل وضوحا باستخدام البرايت فيلد مايكروسكوب. إذن هذا النوع الخامس من الميكروسكوب. نشوف شلون راح تطلع بها المايكرو أورجانيزم. هذه بعض الأشكال المفحوصة تحت الميكروسكوب الـ DIC. أكو طحالب ألجي, عندنا فطريات, عندنا فيروسات, عندنا خلايا طلائية, يوغلينا إلى آخره, براميسيوم. لح تظهر كلها بشكل شونها 3-dimensional. هذه كلها فطريات الأبواغ السبورات مالتها كلها راح تبين بشكل 3-dimensional. هذا فقط للإطلاع. The electron microscope, هاي كلكم تعرفوه, راح يكون به نوعين. There are two types. به نوعين. المنشار الإلكتروني به نوعين. Transmission electron microscope يرمزوا له TEM اللي هو المجهر الإلكتروني النافذ. والنوع الثاني scanning electron microscope SEM, يعني راح النافذ انه الالكترونات تخترق الجزء او الشيء اللي انت تريد تفحصه, فيسموه النافذ, فتبين التراكيب الداخلية لمثلا البكتيريا. هذا يسموه شنو؟ transmission TEM. اما السكانينج الكترون مايكروسكوب فراح يبين لك فقط التراكيب الخارجيه للجزء اللي انت تريد او الشيء اللي انت تريد تفحصه, مثلا الاصوات, المحفظه, البلي الموجوده على سطح البكتيريا.